بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الطماطم، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنكمل بقى الأسبوع الكام ده 24، يعني الأسبوع الرابع، تمام؟ برضو هنبدأ في اليوم 24، هنبدأ بقى كل يوم نحط أسمدة. ليه؟ النبات عندنا بقى كويس، في مجموع جذر كويس يقدر يسيطر على المغذيات اللي نزلاله دهيا، تمام؟ لأن كل مكان المجموع الجذر قليل، كل مكان احتمالية الغسيل بالنسبة للعناصر وخصوصا النطراتية بتكون عالية، تمام؟ النهاردة في عندي شبكة جذرية عاملة كده، وبالتالي بتصطاد أي عنصر موجود في الأرض، تمام؟ ده باختصار، يعني طبعا هي القصة يعني لها شرح طويل وحاجات تانية كده. اليوم 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، تمام؟ في المرحلة دي ما زال برضو ابتدى المفروض عندنا يعني داخلين على مرحلة التزهير، يعني كلها 10 أيام وداخلين على مرحلة التزهير. وأنا قلت دايما يكون دايما الكعبين عالي على النبات وموفر له الحاجه بتاعته، ما يحصلش ان يحصل عندي نقص، لان اذا حصل نقص ففي عناصر صعب ان هي تتعوض، وفي عناصر كمان يعني زي عنصر الفوسفور ده، هو حتى لو حطيته يعني هتلاقيه بطيء شويه، وعلى ما يتحول من صورة لصورة بياخد وقت، فبالتالي الاستجابة مش هتكون بسرعة. زي الأزوت مثلا، لو حصل نقص ممكن نرش النبات يوريا ولا حاجة ب3 جرام في اللتر، ويحصل يعني في مجرد 3-4 أيام تلاقي النبات ممكن يرد لحاله تاني، تمام؟ فزي عنصر البوتاسيوم برضو بطيء كده ورخم شوية، فدايما يكون كعبينا عالي على النبات. اليوم 24 في الأسمدة المركبة الجماعة الأغنية، أما الجماعة المفلسين اللي زي حالاتي الأسمدة البسيطة اللي عندكم، تمام؟ ما تزعلش يا عم، كلنا مفلسين. الأسمدة المركبة ممكن نحط 1 كيلو جرام 20-20-20 زائد 300 مغنيسيوم، تمام؟ اليوم الخمسة طيب اليوم 24 في الأسمدة البسيطة نحط 1 كيلو نترات نشادر زائد 300 مغنيسيوم، تمام؟ طيب في اليوم 25 بقى هنروح على الأسمدة المركبة، هنلاقي نص كيلو مغنوم، ما فيش مغنوم حط عالي فوسفور، يعني ما توقفش دماغك، زائد نص كيلو 20-20-20، تمام؟ يبقى ده كيلو. في عندنا هتلاقي الفوسفور هنا في 20 في النص كيلو ده، وهتلاقي المغنوم هنا كام 44 الفوسفور فيه، وتلاقي هنا في أزوت وهنا في أزوت، وتلاقي شوية بوتاسيوم بساط، ده التحليل بتاع اللي احنا كاتبينه، يعني هتلاقي 20 بوتاسيوم. طبعا البوتاسيوم هنا مقارنة بالفوسفور والنيتروجين هتلاقي طبعا البوتاسيوم عالي، تمام؟ طيب هتلاقي قصدي النيتروجين والفوسفور عالي جدا، تمام؟ البوتاسيوم هتلاقيه حاجة بسيطة يعني. ليه؟ لأنه 20 في نص كيلو حاجة لا تذكر يعني، تمام؟ اليوم بقى 25 في جماعة الأسمدة الأحادية، جماعة الغلابة 1 كيلو سلفات نشادر زائد نص كيلو حمض الفوسفوريك. حمض الفوسفوريك بس أنا عايز حضرتك تاخد بالك، لو هو 60% ممكن تحط 3/4 كيلو، لو هو 85% إن كان الأردني أو الصيني أو أيا كان المصدر بتاعه، طالما ال 85% التركيز بتاعه يبقى تحط نص كيلو، ولو زياده او قليل 60% زي بتاع ابو زعبل دوت كفايه عليك، او تحط نص كيلو. طب انت عندك نترات نشادر، لو في ماب او مغنم حط معاها عادي، ما هو ممكن يكون برضو عند الناس عندنا برضو بيبقى عندنا ماب ومغنم عادي، ما فيش مشكله يعني، مش كارثه يعني. طيب تعالى على اليوم 26، المفروض ان احنا بنحط اليوم 26 احنا بنحط هيوميك اسيد، تمام؟ بنحط هيوميك اسيد. الهيوميك اسيد ما بيتغيرش سواء كان في الاحادي او في الاسمده المركبه، طبعا الاسمده الاحاديه وبيسموها برضو الاسمده البسيطه، بسيطه ليه؟ عشان بتحتوي على عنصر واحد بس، تمام؟ طيب نيجي لعنصر الكالسيوم، يا جماعه هنلاقي 1.5 كيلو جرام كالسيوم، تمام؟ وهنلاقيه برضو نفس القصة في الأسمدة البسيطة، 1.5 كيلو جرام نترات كالسيوم، تمام؟
ويفضل يا ريت اللي هي البلجيكي دي بتكون كويسه جدا. يعني عندك برضو مصدر تاني كالسيوم التاني اللي هو اللي في الجالون او كده، ما فيش اي مشكل خالص. تمام. اسمده المركبه اليوم ال 28 هنحط 1 كيلو 20 20 و300 مغنيسيوم، كررنا اللي فوق ما فيش اي مشكله خالص. تمام. هنا هنحط 1 كيلو برضو نترات نشادر زائد حمض فسفوريك. تمام. ده في اليوم ال 28 في الاسمده الاحاديه، 1 كيلو نترات نشادر ونص كيلو حمض فسفوريك. تعال على اليوم ال 29 من الزراعه هتلاقي 1.5 كيلو جرام 20 20 20، ابتدينا نعلى شويه اهون، ونلاقي 1 كيلو نترات نشادر زائد 1 كيلو سلفات بوتاسيوم. ما احنا ما نحطش بوتاسيوم في ده كلته، يلا ما فيش مشكله نحط بوتاسيوم. تمام. خدوا بالكم احنا في المراحل الاولى بنبقى مكبرين دماغنا، او يعني التسميد بيبقى لحد ما لو بصيت عليه هتلاقيه بسيط برده مش كتير، يعني لو جمعته هتلاقيه كلام فاضي. يعني ليه؟ لان انا حاطط اصلا خدمة اساس. المفروض لو انت مش حاطط خدمة اساس تزود برضو شوية، تزود بقد ايه نظريتك تشوف، لان الزراعة يا جماعة دي يعني حاجة ايه، يعني حاجة ملهاش ثوابت كده، يعني ما اقدرش اقول لك الا ولا لا، ده في حاجات كتير هتحكمنا في قصة التسميد زي ما قلناها. يعني المفروض انت كمزارع الى حد ما تصل حتى ل 60% من المعلومات دهيت، بحيث انك تقدر تدير المكان الصغير بتاعك ده. يوم ال 30 عندنا شهر كده بنحط نص كيلو 20 20 زائد ماغنوم. المفروض يا جماعة 1 كيلو ماغنوم اهو، معلش 1 كيلو. تمام. طيب وعندنا هنا 1 كيلو نترات نشادر ونص حمض فسفوريك، ونقول لك الفسفوريك يا 60 يا 85%. تمام. اذا كان 60 ممكن تحط كيلو لربع 3 ارباع كيلو. تمام. اذا كان ال 85%